ابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إخوتنا المشاهدين والمستمعين، الله معكم ونعم السماء تفرح قلوبكم. بداية رح نقرأ نص إنجيل اليوم من متى الفصل 18 من آية 1 ل 5. قال متى الرسول: في تلك الساعة دنا التلاميذ من يسوع وقالوا: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم تعودوا فتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الطفل هو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسمي طفلا واحدا مثل هذا فقد قبلني. حقا والأمان لجميعكم. قبل ما نتأمل بهالإنجيل رح نتوقف عند أهم الأفكار الواردة بقراءة أعمال الرسل اليوم. قراءة اليوم من أعمال الرسل هي جزء من خطبة استيفانوس قدام القيادات وشعب إسرائيل، يلي برهن فيها أنه غاية كل النبوءات، نبوءات العهد القديم، هو المسيح، وأنه الله أحب الشعب محبة فايقة، وبالمقابل كان الشعب دائم التذمر والنكران والجحود. ثانياً، قسم استيفانوس خطابه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى زمن الآباء والبطاركي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثانياً، زمن موسى والأنبياء. ثالثاً، الزمن ما بين الخيمة والهيكل، وهو النص يلي بنقراه اليوم بأعمال الرسل. ثالثاً، بيقلنا استيفانوس بهالقراءة اليوم بسبع أفكار. الفكرة الأولى بيقلنا أنه الله لا يسكن في بيوت صنعتها الأيدي، بمعنى أنه الله ما بيسكن لا بخيم ولا بمظال ولا بهياكل ولا بمعابد. ثانياً، بيقلنا أنه الوثنيين كانوا ياخدوا آلهتهم معهم وين ما راحوا، كانوا ياخدوا تماثيل صغيرة حتى الآلهة ترافقهم، وهيدي العادة اللي أخذوها اليهود عن الوثنيين. ثالثاً، بيقلنا الله أمر موسى أنه يعمل خيمة الشهادة حتى يتكلم الله فيها مع موسى ويعطيه الأوامر، والشعب كان يجتمع بالخارج وبقيت هالخيمة معهم حتى أيام داود. رابعاً، بيقلنا أنه داود أراد أنه يبني هيكل لله، يوضع فيه تابوت العهد يلي بيحتوي المن وعصا هارون ولوحي الوصايا كفعل شكر للرب على دعوته وعلى نصره لألون. خامساً، بيقلنا أنه داود ما بنى الهيكل، ولكن يلي بناه هو سليمان ابنه، يلي بالتعاون مع أحرام ملك صور قدر يبني هالهيكل. سادساً، بيقلنا الهيكل بني بأمر إلهي، ولكن الله لا يسكن في بيوت من صنع البشر، لأنه السماء عرشه والأرض موطئ قدميه. سابعاً وأخيراً، بيقلنا أنه الله صنع كل شيء، وهو بيفرح بالسكن بوسط شعبه وبقلوبهم، وهيكل الله المقدس هو الإنسان. أما إنجيل اليوم فبيجي من بعد إعلان بطرس إيمانه بأنه يسوع هو ابن الله الحي، وبعد تنبؤ يسوع عن ألامه وصلبه وقيامته، وبعد تجلي الرب على الجبل مع موسى وإيليا، واعتلان سر الثالوث الأقدس قدام تلاميذه الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا، وبعد طرد الشيطان عن صبي مصاب بالصرع، وبعد إعلان يسوع تأديت وضريبة الهيكل وخضوعه للسلطة الدينية والمدنية، لأنه كل سلطة هي من عند الله، ومن المفترض أنه تكون سلطة خدمة ومحبة لا سلطة ظلم واستعباد. وبإنجيل اليوم في عنا ثلاث أفكار رئيسية. أولاً، سؤال التلاميذ ليسوع: من تراه الأكبر في ملكوت السماء؟ والسؤال بينبع من رغبة الإنسان بالعظمة، رغبته بأنه يكون الأكبر والأجمل، الأقوى والأفعل، الأسرع والأعلى. والرغبة بتنبع من الحنين لاستعادة الألوهة المفقودة. فالله خلق الإنسان ليشاركه حياته، محبته، سعادته، مجده بالطاعة لإله، ولكن الإنسان عصى خالقه وأطاع الشيطان وأراد أنه يكون إله من دون الله وخارج الله وضد الله بالمعصية والتمرد، فسقط في حبائل إبليس بكبريائه وتمرده على الله.
وكانوا الرسل بعدهم بفكرهم البشري عم يتجادلوا من هو الأكبر بينهم. بيجاوبهم يسوع بيقول لهم: تعلمون أن رؤساء الأمم يسدونها وأن أكابرها يتسلطون عليها، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبدا. وهالشي صار من بعد ما أعلن يسوع بطرس أنه هو لح يكون الصخرة، ومن بعد ما أجى لعنده ابني زبدة بدهم يجرسوا واحد عن يمينه واحد عن شماله بملكوته. وحتى اليوم شو منشوف قدامنا؟ الصراع على السلطة والسعي إلى الوصول إليها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، تحت ستار السعي إلى الخير العام والخدمة العامة، ولكن عمليا ما منشوف إلا التضحية بالخير العام ونهب المال العام والتسلط على الناس وحرمانها من أبسط حقوقها باسم الشرائع والقوانين، باسم الطوائف والدين. ولكن كل هالأشخاص لا عرفوا الله ولا عرفوا وصاياه ولا عرفوا شريعته ولا عرفوا الدين. ثانيا، شو عمل يسوع؟ بيقلنا لوقا: دعا طفلا فأقامه بينهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا فتصيروا مثل الأطفال لا تدخلوا ملكوت السماوات. فإذن يسوع أراد يطبع بمخيلتهم وذاكرتهم وعقلهم مش بس كلمته، ولكن صورة الطفل الصغير، لحتى يبقى هالمشهد مطبوع فيهم كل أيام حياتهم. ويقال إنه هالطفل هو غناطيوس الأنطاكي يلي صار فيما بعد أسقف أنطاكيا، واقتيد وهو شيخ إلى روما ليستشهد بين أدراس الأسود، وهذا وقد خاطب المسيحيين يلي حاولوا يمنعوه عن الاستشهاد وقال لهم: لا أطلب منكم شيئا، فقط أن تتركوني أقدم دمي ضحية على مذبح الرب، إني أموت بملء اختياري من أجل المسيح، أتركوني فريسة للوحوش، إنها هي التي توصلني سريعا إلى الله، أنا قمح الله أطحن تحت أدراس الوحوش لأخبز خبزا نقيا للمسيح. ومعنى اسم غناطيوس هو المشتعل والمستنير بالله. ومنتساءل ليش الطفل؟ أولا لأن الرومان احتقروا الأولاد، لأنه أعطوا الحق كله للأهل، الحق الكامل، والأطفال ما لهم أي حقوق. ثانيا لأن اليهود كمان احتقروا النساء والأطفال وما كانوا يحصون مع الرجال ولا يعطون أي اعتبار. ثالثا لأن المسيح أراد يرجع للطفولة دورة وحقوقها. ومنقشع نحن أنه الأطفال دايما يمكن بيختلفوا مع بعضهم، ولكن سرعان ما بيتصالحوا، ما في بقلوبهم لا مكر ولا رياء ولا حقد. ومثل ما كرم يسوع الفقراء والخطأ والمرضى والمرزولين، كذلك كرم النساء والأطفال. ثالثا بيتابع يسوع بيقول: فمن وضع نفسه وصار مثل هذا الطفل فذاك هو الأكبر في ملكوت السماوات، ومن قبل طفلا مثله إكراما لاسمي فقد قبلني أنا. وهون منقشع أنه تجربة الإنسان الكبرى هي الأنانية والكبرياء، ومن دون التواضع بيفقد الإنسان براءته توازنه وبساطته. بالكبرياء خرج الإنسان من الجنة، وبالتواضع وحده بيرجع لإلها. الفضيلة مش هي عجز عن إتمام الخطية، ولكن الفضيلة هي رفض قاطع للخطية. ومثل ما قال يسوع بمثل الدينونة الأخيرة: كنت جائعا وعطشانا ومريضا وغريبا وعريانا وسجينا، كل ما فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي فعلتموه. وهون عم بيقول: كل ما فعلتموه لهؤلاء الأطفال فلي فعلتموه. فيسوع حاضر بكل إنسان، خاصة الأطفال والمتألمين والمعذبين. المسيح حاضر بالأطفال، ومشان هيك العودة إلى الطفولة تعني العودة إلى المسيح. نختم بهالصلاة: أعطينا يا رب روحك، روح التواضع والتجرد، روح الوداعة والبساطة، روح المحبة والخدمة، روح البراءة والنقاوة، حتى تنقى قلوبنا وضمائرنا وتصفى أفكارنا وعيوننا وتطهر أرواحنا وأجسادنا، حتى نشوفك ببهاء مجدك السماوي.
رجعنا يا رب طفولة الروح وحررنا من رغبات الجسد وشهوات الأرض حتى نسلك على طريق النور والحق ونشهد للبر والحب ونمجد رأفتك ورحمتك علينا من الآن وإلى الأبد. آمين.